عرفنا في الدرس السابق ما هي ملفات التجسس، والآن سوف نتعرف على كيفية الكشف عن ملفات التجسس باستخدام ملفات التسجيل. أولا قم بنقر زر Start لتظهر قائمة Start Menu. اختر الأمر Run ليظهر أمامك مربع حوار Run. قم بكتابة الأمر Reg Edit ثم اضغط مفتاح Enter من لوحة المفاتيح ليظهر أمامنا الإطار الخاص ببرنامج Registry Editor. نلاحظ أن إطار Registry Editor ينقسم إلى قسمين. القسم الأيسر يحتوي على مجموعة من المجلدات والملفات التي تمثل نوع البيانات المخزنة كما سنعرف لاحقا، وعند اختيار أي من العناصر الموجودة في الجزء الأيسر يتم عرض محتوياته في الجزء الأيمن من شاشة البرنامج. ونلاحظ وجود 5 مجلدات في الجزء الأيسر، وهي الأول HKEY CLASSES ROOT، وهو يضم معلومات عن أنواع الملفات الموجودة في نظام ويندوز XP بالإضافة إلى اسم البرنامج المسؤول عن فتح كل نوع من أنواع الملفات. فمثلا الملفات ذات الامتداد BMP يتم فتحها باستخدام برنامج الرسم Paint وهكذا. أما المجلد الثاني فهو HKEY CURRENT USER، ويحتوي على جميع الإعدادات الخاصة بالمستخدم الحالي من خلفية شاشة سطح المكتب وحافظة الشاشة والألوان وهكذا. والمجلد الثالث هو HKEY LOCAL MACHINE، ويحتوي على جميع الإعدادات الخاصة بجهاز الكمبيوتر نفسه، ومن بين تلك الإعدادات ملفات التجسس التي يحتويها الكمبيوتر. والمجلد الرابع هو HKEY USERS، ويحتوي على جميع الإعدادات الخاصة بجميع مستخدمي الجهاز. والمجلد الخامس هو HKEY CURRENT CONFIGURATION، ويحتوي على معلومات الأجهزة والمعدات هاردوير الموجودة في الجهاز.